لو الحكاية فيها إن فيديو. المشكلة إن التاجر اللي بيستورد قطع غيار بياخد في فكره تقليد الأوريجينال، يعني ما بيجيبها من الصين بيحاول إن هو تبقى شبيهة بالأصل، فبيتمحك في الأوريجينال وبيبيعها بدل ما هي صيني أوريجينال. القصة دي بتعدي على صناعية كتير مش فاهم، وبيحكم بعد كده بعد تركيبها، اما بيجي يركب بيبان عيب قطعة الغيار اللي ركبها، انما في الاول ماخدش باله لان بيعملها تيبيكال، انما كخامة ملاش خامة، مفيش خامة خالص، وبالتالي ما بتعيش في العربية وبتبتدي تكشف شغلها جوه العربية ويحل الصناعي تاني ويبقى فهم ان اللي خده تقليد مش اوريجينال. بعد التجربة احنا فشلنا في القصة دي. انا بقول لك اهو عمري مثلا في قطع غيار 40 سنة فشلنا، تقدرش تحكم لان بيعملها لك تيبيكال، يعني انا ممكن يعملوا مني انسان الناس دي، فصعب جدا ما بتبانش الا ساعة تركيبك. احنا تخصص العمارات، فالموتور مش هيظهر عيبه الا بعد ما بتركب ويشتغل، اما بيشتغل بيبان عيوبه، الشميز ده ما كانش صح، الشامبر ده ما كانش صح. انا كتاجر فاهم، اعرف بقى العيوب انا والصنايع اللي هو اذا كان خراط او ميكانيكي اللي ركب. هنا بتيجي الثقة والسمعة، دي من ادوات النجاح، انك تجرب المنتج بتاعك قبل ما توصله للزبون. ولازم تخدم الزبون في حاجتين، تديله خامة وسعر اقل، مش 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 مهم ان انا ادي خامة وبعدين الاقيها اغلى من بلادها. المضروب من 3 سنين كان كتير قوي، النسبة قلت وده مؤشر كويس للسوق المصري. النسبة النهاردة ما تقل، مثلا لو بتتكلم كان المضروب تقدر تقول 80%، النهاردة لا اقول لك 20%، النسبة قل. اذا اقتصاد ده مصر ماشي في طريق ده مظبوط. العشرين دول هيخلصوا، يعني لو موجود دلوقتي احنا بنتكلم في 20، يعني انت بتتكلم في 20 مثلا ايه، ما يأثروش في الزبون على حاجة، ما يأثروش على حياته مثلا، يعني بتتكلم في فانوس، في باغة، كاوتشة، كل ده مش مهم. انما ما تيجي تقول لي تيل فرامل او زيت باكم، ده حياته، ده حياة بني ادم. او ماستر فرامل عمومي انت بتقلده وبتديهوله صيني، ده حياته بقى، فاهم انت قصدي؟ يجي يحضر فرامل ما يلاقيش فرامل، ده مات، ده انت ضيعت ارواح مش عربيات. لو التجار يعرفوا ده كويس مش هيغشوا، روح بني ادم. واحنا سمعنا على حاجات كتير في سنين فاتت، يجي يلاقي فرامل مفيش فرامل ينزل في ترعه، مش كده؟ كان حوادث في الجرايد كده، ده كان من غش التجار. التوحيد القياسي للدوله حكم الموضوع ده بتحليل البضاعه قبل دخولها. انا النهارده انت جايب ده تيل ايه؟ تايواني، اكشف عليه واحلله، ده يسمح ليه مكونات من جوه، المكونات دي لو موجوده في تصنيعه بيفرج عنها، يقول له ده يسمح، افرج يا جمالك، لا يقول له لا اكس، والبضاعه دي ترجع تاني كما كانت. فالنهارده التوحيد القياسي ده شبوه بالنسبه لي.